عشق الإعلام في مرحلة مبكرة من عمره، وجرف ذلك العشق فيصل عباس كي ينطلق إلى فضاءات الصحافة ليصنع التقارير والأخبار، ثم تدرج في المهنة تصاعديا من صحفي ميداني إلى مراسل ومحرر وغيرها، حتى بلغ منصب رئاسة تحرير صحيفة عرب نيوز. Actually, it is both a pleasure and a great responsibility. في الجامعة اللبنانية درس البكالوريوس متخصصاً في التسويق، وفي جامعة ويستمنستر البريطانية نال شهادة الماجستير، لكن تجربته في بريطانيا كانت مختلفة، وبأسلوبه الصحفي الرشيق أصدر في العام 2017 كتابه عرب إنجليزي، متحدثاً فيه عن تجربة اغترابه، مقدماً للقراء آليات فهم ثقافة المجتمع البريطاني وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى ملامح من حكاياته الشخصية، مضيفاً طابع الوصف والمرح بين فصول الكتاب. عاد فيصل عباس إثر انتهاء دراسته ليستلم بعد مدة رئاسة تحرير موقع العربية نت الإنجليزي بين عامي 2012 و2016، وغير أن محطته الحالية اختلفت عن كل ما سبق، فمنذ تسلم رئاسة تحرير صحيفة عرب نيوز جعلها حيوية وضاعف مساحات انتشارها، وتمكن من صناعة الفارق من خلال تنويع لغاتها واختراق العالم الرقمي باحترافية مدروسة. فيصل عباس ليس مجرد صحفي، بل إنه أيضاً كاتب ومحلل سياسي له الكثير من الآراء التي قد يكون الكثير منها مثيراً للجدل.